كيف تصوت في انتخاب مجلس النواب العراقي 2021؟ التصويت العام بعد توجه الناخب إلى محطة الاقتراع الصحيحة والتأكد من أن الناخب يحمل البطاقة البيومترية طويلة الأمد مع مستمسك ثبوتي آخر، أو البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد مع مستمسكين ثبوتيين آخرين. تسلم ورقة الاقتراع إلى الناخب بعد التأكد من بياناته في جهاز التحقق الإلكتروني وأخذ بصمة الأصابع، ثم يوجه بالذهاب إلى منصة الاقتراع. يقوم الناخب بالتأشير على رقم التسلسل المرشح الذي يرغب بالتصويت له باستخدام قلم ختم التأشيرة، ثم تحبير أصبع السبابة ووضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.